بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيان لجنة الانتخابات المنبثقة من لجنة الترشيحات المعينة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ابن الآباء الكبار في الكنيسة المصرية تعلم في مدرسة البابا كيرولوس السادس، وتم ترسيمه أسقفا على يد البابا شنودة الثالث. تربى على فيض علم وخبرة وروحانية من الأنبا باخوميوس مطران البحيرة. إنه الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ولد في الرابع من نوفمبر عام 1952 بمدينة المنصورة باسم وجيه صبحي باقي، لأسرة عرفت بعمق حياتها وحبها لله. رتبت العناية الإلهية أن يكون محل إقامة أسرته بالقرب من دير القديسة دميانا بمنطقة البراري، فشب على حياة النسك والرهبنة منذ أيام حياته الأولى. من المنصورة انتقل إلى سوهاج مرافقا لوالده الذي كان يعمل مهندسا بالمساحة، ثم إلى مدينة دمنهور والتي عاش فيها بقية عمره حتى تخرج من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 1975. جذبته نداهة الرهبنة منذ صغره، ووضعت السماء يدها على كتفه. ففي بداية دخوله للدير طمأنته العناية الإلهية وأعلنت قبولها له راهبا. ففي صلاة مزامير نصف الليل كان ترتيب القراءة في الأيام الثلاثة الأولى يأتي في قراءة الإنجيل لا تخف أيها القطيع الصغير. وفي يوليو عام 1988 نال نعمة الرهبنة بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. وفي ديسمبر عام 1989 تم ترسيمه كاهنا في كنيسة المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي. وفي يونيو عام 1997 نال نعمة الأسقفية. ومنذ ذلك التاريخ خدم كأسقف عام مساعد لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس في أيبراشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية. وكان خلال هذه الفترة خادما غيورا اهتم بالخدمة في مختلف المجالات، فخدم وسط الشباب والخدام، يعظ ويعلم ويشجع، فكان للكل صدرا حانيا وآذانا صاغية وفكرا متميزا، فالتف حوله الجميع وأحبوه. وفي الرابع من نوفمبر عام 2012 اختارته يد الله ليكون خليفة للبابا شنودة الثالث، ليبدأ الرجل الذي يعرفه الجميع محبا للصغار، صديقا للشباب، ودودا للشيوخ، حانيا على الفقراء وسندا للضعفاء، عهدا جديدا في تاريخ الكنيسة المصرية. عندما يتكلم هذا الرجل يجب أن يسمع الجميع. هو يتكلم بحكمة ويتحدث بمحبة، وفي النهاية يعلي صوت الحق. اعتلى عرش الكنيسة في فترة قلقة مضطربة، لكنه نجح بهدوء شديد في أن ينجو بها من مطبات وصدمات عديدة. كنت شاهدا على حفل تجليسه، كنت واحدا من عشرات المصريين من رموز المجتمع المصري الثقافية والوطنية والسياسية والدينية. كان هذا المشهد دليلا على أن مصر نسيج وطني واحد، وأن عنصري الأمة ليس أمرا حقيقيا، فالأمة عنصر واحد، أحيانا يكون مسلما وأحيانا يكون مسيحيا. نحن الآن في حضرة قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. قداسة البابا
شكرا جزيلا على استقبالك لنا في المقر البباوي. اهلا وسهلا وشكرا على التقديم الجميل ده. ده اقل مما حضرتك يعني مما نشعر به تجاهكم يعني. شكرا. عادة تحدث مقارنات باستمرار، المقارنة باستمرار احد يا اما فضائل يا اما متاعب الشخصية المصرية. فقيل لنا او يتلخص الحكمة المصرية ان بابا كيرلس السادس كان يعني مندمجا في العبادة، وان القداسة البابا شنودة الثالث كان اميل للسياسة. فكيف ترى قداسة البابا توادرس الثاني؟ هل هو اقرب للادارة في مدرسة الانبا بخوميوس التي تربى فيها وتخرج منها؟ هو كل هؤلاء كيف؟ بحسب ترتيب ربنا ان انا ابتديت المدرسة التعليم النظامي والاساسي في حضرية البابا كيرلس. تمام. ومن الصدف في نفس المدرسة تقريبا، مدرسة اللقباط اللي في دمنهور. بالظبط. بس انا ابتديت اول سنتين في سوهاج وبعد كده في نفس مدرسة اللقباط فعلا. بس من الصدف الجميلة ان كانت نظرة المدرسة شقيقة البابا كيرلس، اللي هي اسمها شفيقة، كان أبلة شفيقة. وهي صديقة لوالدتي، هي انتقلت دلوقتي. دي كانت يعني رباط قوي. نسمع عن البابا كيرلس، نسمع من أبلة شفيقة كتير وأختها أبلة عزيزة، ويعني في معرفة. في بداية الجامعة كان بداية حضرية البابا شنودة. فيمكن أن تعتبر بصورة أو أخرى أن وجودي واختيار الله لأن أنا أشيل المسؤولية ده امتداد للبابا كيرلس والبابا شنودة. بابا كيرلس بيمتاز العصر او يطلق عليه انه يهتم بالعبادة والصلاة زي ما حضرتك ذكرت، لكن هذا مجرد يعني تعبير، لكن اهتماماته كتيرة خالص. يعني مثلا اعطي لحضرتك مثال ان هو صاحب فكرة انشاء اسقفيات عامة. الاسقفيات دايما اسقفيات جغرافية، يعني يترسم اب اسقف على منطقة جغرافية. لكن كان في نوعية عامة للتعليم، او للبحث العلمي، او للشباب، او الشباب دي اللي اوجدها البابا شنودة، او للخدمات العامة والاجتماعية. كل دي افكار البابا كيرلس. امتداد البابا شنودة امتاز بالتعليم، ففي كل عصر، لكن ايضا امتاز بالصلاة. في كل عصر فيه كده وكده وكده. فانا بعتبر نفسي ان انا تعلمت هنا وتعلمت هنا، وزي اي انسان بيضيف. فانا اهتم جدا بامور التنظيم، تنظيم العمل، اداره الاداره. هل كان هناك تغييرات قد حدثت في المجمع المقدس بحيث انه قد ترك بعض يعني رجال الدين اباء، زي مثلا الانبا يؤانس، الانبا بيشوي، الانبا ارميه؟ المجمع المقدس ده الهيئه التشريعيه العليا في الكنيسه. تمام. ودي اعضائها الاباء المطارنة والاسقفه، وبحسب اللائحه اللي بتعمل بيها ان يوجد لها سكرتارية. السكرتارية دي بتتغير كل 3 سنين. نعم. فكان في الاباء في السكرتارية لغاية نياحة البابا شنودة. كانوا 4 اباء مباركين اداروا عمل كتير وشالوا مسؤوليات كتيرة وتعبوا كتير. مع بداية حبرية جديدة بتختار سكرتارية جديدة. فتغيروا. فتم اختيار، يعني ده وضع طبيعي. لا يحمل أي نقدا لأحد يعني. لا لا لا. تماما. خالص خالص خالص. برضو بالنسبة للأباء اللي في سكرتارية سيدنا البابا، البابا شنودة، هم أصلا أباء أساقفة. يعني كل واحد له عمله وله خدمته. أضيفت السكرتارية عليهم. على أعبائه. على أعبائه. نعم. وطبعا عمل الأب الأسقف أكبر من كده. فهم في أعمالهم أنبا يؤنس، نيافت أنبا يؤنس، نيافت أنبا بطرس، ونيافت أنبا أرمية، كل واحد في عمله وفي خدمته. وفي برضو طقم السكرتارية من أباء كهنة وأحباء. لماذا لم تذهب إلى تهنئة البابا الجديدة في الفاتيكان، بابا الكاثوليك؟ هل ستذهب لتهنئته ولا؟
وربما بعد اللقاء في مقابلة مع سفير الفاتيكان لتحديد الموعد يعني والزيارة، يعني لبحث الإمكانية الوقت زيارة. عايز أذكر لحضرتك أن البابا شنودة زار الفاتيكان يوم 10 مايو 73. تمام. في فكرة أن احنا نعملها في نفس التوقيت ده بعد 40 سنة. خبر مهم يعني. أول مرة أقول خبر مهم يعني بننفرد بيه كالعادة الحمد لله. عادة كل الذين عادة أنا عندما قبل أن أجري حوارا بستشير عدد من الناس أصحاب المصلحة المباشرة هو المواطنين العاديين. عدد كبيرة جدا من أصدقائي في أقباط يعني قالوا لي إحنا عايزينك تسأل البابا عن زيارة القدس. لماذا نحرم منها نحن في مصر بينما ونهدد بعدم الصلاة علينا في الكنيسة كما حدث من قبل، بينما أقباط الذين يعيشون في الخارج أقباط المهجر مثلا أو الذين يعيشون في الخارج يتاح لهم أن يتم ذلك دون نقد أو توبيخ يعني. مصر وإسرائيل أجروا معاهدة سلام. نعم. معاهدة السلام دي وجدت صدى على المستوى الحكومي ولم تجد نفس الصدى على المستوى الشعبي. صحيح صحيح. والقدس منطقة أو مدينة تحمل آثار مصرية آثار إسلامية وآثار مسيحية وآثار يهودية. صحيح. بالطبع. نعم. وبالتالي هي زيارتها حق لكل مسيحي مسلم يهودي كمدينة متعددة أصحاب الديانات المقدسة، لكن لأن التطبيع ما خدش الصورة الشعبية بيننا كمصريين وبالتالي امتنع جزء كبير من الشعب المصري وهو الجزء الإسلامي أنه يزور هناك. وكان شيء طبيعي أن الجزء المسيحي أيضا يمارس نفس الأمر. صحيح. لو مارس أمر عكسي هتبقى نوع من الخروج عن طبيعة الحياة شريعة المجتمع. وقد تؤدي إلى بعض التجاوزات في الكلام. نفس القرار لما كان واخده قداسة البابا شنودة مع المجمع ده كان قرار كنيسة مش قرار شخص. وما زال ساري. لكن علشان أكون واقعي بعض الناس تستهويهم هذه الزيارة وهم في نهايات العمر. أيوة. 70 سنة و80 سنة. وأنه يعني عايز يودع حياته بهذه الزيارة بالزيارة المقدسة يعني رغبة لإنسان في نهاية خريف حياة قداسة البابا رغم كل المحاذير السياسية وهي لها وجاهتها لكن لحظة عاطفية عند إنسان يذهب لملاقات الله يمكن تكون بالنسبة له ضرورية. وإن صحيح ينطبق عليهم يعني القرار، لكن إن حصل منهم كده طبعا كتير يعني مساحة كبيرة بتسمع الكلام يعني وما تحبش تكسر حاجة نشترك فيها كمصريين، لكن لما حد يعني عاطفته بتغلبه كده ما بيبقاش بقى يعني العقوبة الكنسية كبيرة يعني كده محدود. بمناسبة المجمع المقدس حضرتك قلت لي ان قرار مقاطعة زيارة القدس وقرار من المجمع المقدس، كيف تؤخذ قرارات المجمع المقدس؟ كلها بطريقة ديمقراطية. نعم. بعضها برفع الأيدي وبعضها باستخدام الصندوق الشفاف. يعني في اختيار السكرتارية الجديدة في صندوق الشفاف طبعا. نعم. أعتقد الصندوق الشفاف عشان منع للحرج. شفاف تماما. السكرتيري العام اختير بالصندوق الشفاف. أي. وفي 2 أعضاء اسمهم مساعدين اختيروا بالصندوق الشفاف والعضو الرابع بيعينوا البابا. فكلها بتأخذ كده والقرارات بكده. وفي توقيع على كل قرار. يعني مش مجرد شفوية. بصراحة كده يعني ودي عادة مصرية، ألا يقرؤون ما تريد ولو من الإحاء أو بالإحساس أو بالاقتراب، فيعني يبقى ديمقراطية الاختيار يعني أحيانا تختار كده ولا كده. بس أنا شايف كده لا، أحيانا يعني نقرأ في عين الرئيس أو المسؤول الأكبر ما يريد فنذهب إلى إرادته. يعني الزمن اللي احنا فيه يا أستاذ عادل من الزمن الأنا ده زمن النحن. سلام.
الزمن بتاعنا كده. الزمن بتاعنا دون بعد 25 يناير ولا حضرتك بتقصد ايه بالزمن؟ لا الزمن اقصد لا مش 25 يناير بعد كده يعني متأسف التعبير انه طبيعة الحياة وطبيعة الجلوبلايزيشن العولمة اللي في العالم ما بقتش عملية الفردية دي تصلح لقيادة مجتمعات وقيادة مثلا كنيسة، لازم المشاركة كل شيء. فدي لها سنين وبتزداد شوية بشوية يعني خطوة بخطوة. برضو أحب أضيف لحضرتك حاجة بما بتذكر المجمع المقدس. المجمع المقدس لما كان بداية البابا شنودة كان حوالي 22 شخص، حاليا 100 نظرا للتوسع، التوسع وإضافة أباء أسقف. فشيء طبيعي لازم يبقى فيه ده برلمان يعني الكنيسة المصرية يعني. دلوقتي الكنيسة القبطية المصرية ممتدة في العالم. وده الدافع الأساسي هو الهجرات. الهجرات بتحصل، لازم نرعى أولادنا. طيب خلينا أكون صريح مع حضرتك، دائما بيقال أن الكنيسة المصرية محافظة أكتر، كونسيرتيف أكتر من لازم يعني أن الكنيسة الأوروبية أو الكنيسة الإنجليكية أو الكنيسة الكاثوليكية سمحت بدخول الرقص مثلا والموسيقى في لاستقبال الشباب، خاصة بعد عزوف عدد كبير من الشباب عن اللجوء إلى الكنيسة في الغرب. يعني أيضا يعني طبعا وهقترب من الموضوع الحساس وهو الطلاق يعني والزواج الثاني أو الطلاق الثاني حتى زي ما بعض الناس بيقول، لا تزال الكنيسة محافظة أعتقد يعني طبيعتها، طبيعة الكنيسة. الكنائس في العالم نوعين، كنائس رسولية وكنائس مش رسولية. يعني ايه رسولية؟ يعني ابتدت تأسيسها من خلال رسول احد تلاميذ السيد المسيح. احنا منهم طبعا، احنا مريموس عشان كده بنسميه بطريرك الكرازة المرقسية مريموس، فنحن كنيسة رسولية. الكنيسة الكاثوليكية ايضا كنيسة رسولية، اسسها القديس ماري بطرس وماري بولس. وبالتالي هذه كنائس محافظة إلى أقصى درجة. كلمة أرثوذكسية اللي هي معناها أصولية، لا مش أصولية متأسف، معناها استقامة الرأي. أرثو استقامة في التعبير اليوناني، فمعناها الاستقامة في العقيدة في الرأي في الفكر في السلوك، ده الفكر بتاعها. وبالتالي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ظلت محافظة على تراثها، وبنسميه احنا التسليم الرسولي. عشان كده حضرتك تلاحظ ان لما يبقى فيه بطرق جديد لازم الرقم بتاعه يعني البابا شنودة رقم 117 اللي بعديه يبقى 118. ايه الارقام دي؟ حلقات محاول تأسيس الكنيسة يعني متشابكة. يعني البابا كيرلس في حبريته رسم أنبا شنودة أسقف، صار هو البطرك بعده. البابا شنودة في حبريته رسم الأنبا تودروس، صار البطرك بعده. وهكذا. طب نيجي لموضوع الطلاق. الكنيسة يعني عادة دلوقتي في ما يسمى بانفجار حقوق الإنسان وبحقوق الإنسان، أنه لا يجبر على أن يعاشر من لا يطيق أو من لا يتحمل أو من لا يهوى زي ما كما يقال. كما أنه حتى الكنيسة الغربية اللي هي المحافظة، وكان بيقال زواج كاثوليكي يعني دليل هذا الزواج الكاثوليكي لم يعد كاثوليكي يعني، وأصبح هناك طلاق. ويمكن عندما أباحت الكنيسة في إحدى الدول زي أسبانيا الطلاق، كان أول يوم بعد إباحة هذا القانون كان في طوابير بالكيلومترات طويلة يعني. أليس في 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 وجود إنسان يعاشر إنسان بالغصب أو بالكره أو بالإجبار أو بأنه بلا مفر أمامه، مش من حقه أنه يبحث عن حل آخر غير أنه أن يكون مثلا في علة أو في عيب أو في عار أو عورة؟ يعني مش لازم يطلع عيب يعني. حضرتك تتفق معايا ان الأسرة الكيان الأساسي في المجتمع. وسلامة الأسرة تعطي سلامة المجتمع. أنا فاكر في الميثاق زمان الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع. مظبوط مش كده؟ طيب.
وبنسميها احنا في التعبير الكنسي الأسرة أيقونة الكنيسة، أيقونة يعني الصورة يعني الجمال، نعم جمال الكنيسة. فالأسرة بنعتبرها هي وحدة تضمن سلامة الكنيسة وسلامة المجتمع. تمام كويس. وبحسب الفكر المسيحي والأرثوذكسي ان الأسرة دي تحتاج دقة شديدة في بنائها. يعني عندما يختار الإنسان شريك الحياة مش أي كلام، علي أن يتمهل، يعني علي مش يتمهل بس يدقق يدقق جيدا. وهذا الارتباط ارتباط للعمر، والنماذج الناجحة بالآلاف وبالملايين عبر الأجيال. لكن لما بيحصل سوء في الاختيار لأي أسباب، مش هنخش طبعا دلوقتي، لأي أسباب بينعكس بعد كده، بيبقى فيه صعوبة في الحياة في الأسرة. في شكلين في الكنيسة، في شكل اسمه شكل التطليق، وهذا التطليق نسميه بطلان الزواج. بمعنى ان هذا الزواج تم بين سين وصاد، ولكن اكتشف امر جعل الزواج باطلا. نعم، كعلة مثلا في الجسم، تم تعب معين في الجسد، تعب معين في النفس، قرابة معينة ما بين الأشخاص إلى آخره. قرابة تمنع، قرابة محرمة يعني. يعني واحد يتجوز أخته مثلا. افتكرت قوانين الوراثة يعني. لا لا لا. فكل ده يجعل من حق الإنسان بطلان الزواج، التطليق. على الجانب الآخر لسلامة الأسرة فيه الطلاق، والطلاق بحسب نص الإنجيل لا طلاق إلا لعلة الزنا خطيئة. بمعنى إيه؟ الوحدة الأسرية في إيماننا عبارة عن هو وهي والمسيح في وسطه. تمام. عشان كده بنقول عليها تريبل بوند، ربطة ثلاثية. الربطة الثلاثية دهيت لا تسمح بدخول آخر، فإن دخل آخر عن طريق الخطية اتفكت الربطة دي. ده الفكر بتاعها. لكن بصفة عامة مع بداية المسؤولية الجديدة بتاعتي، عملنا الشهر اللي فات مؤتمر كبير، مؤتمر دراسي، عشان ندرس كل ما هو مطروح في الساحة في موضوع الأحوال الشخصية. وأحد الأباء الأسقف تقابل مع وزير العدل برضو عشان المشروع الموحد للأحوال الشخصية، وبنحاول نوجد الصورة اللي تكون سببها راحة لكل أولادنا. يعني حتى لو كان هناك بعض الناس ترى أنه الطلاق لعلة الزنا يمكن أن يتسع إلى النظرة، من نظرة إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، يعني يمكن أن زي مثلا القص في المقطم الخراز لما فقع عينه لما شاف واحدة، فده دليل على أنه ربما تكون يعني هناك اتساع في المسألة أكتر شوية، في الفهم شوية، بدل ما تبقى الزنا المادي أو الجسدي قد تكون نظرة يعني، فيمكن يعني بالرحمة يعني. إحنا عملنا موضوع دراسي وألقيت فيه أبحاث دراسية جيدة، وجمعنا فيها كل الأطياف في هذا الموضوع، وحاليا في لجنة بتطلع خلاصة المناقشات، وده هيعرض على المجمع. هل هي مشكلة كبيرة في الـ في الـ في الـ عند الأقباط؟ هل الحجم كبير يعني كمان؟ مش كبير بالصورة اللي تذكر بالألاف لا 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 لا، مش بالدرجة ده هي تخال. لكن زي ما حضرتك عارف ان دايما الاكسبشن صوته عالي. أيوه صحيح. يعني لو المدينة النهاردة، اي مدينة اتولد فيها 100 طفل وحصلت فيها جريمة قتل، الجرايد بكرة الصبح تنشر ايه؟ طبعا اللي اتقتل، جريمة القتل هي ده موت. الناحية التانية 100 حياة جديدة ما جابتش سيرتها. صحيح. بس لما نقرا جريمة القتل نفتكر المجتمع كله كده. حضرتك بتقرا الجرايد اليومية بانتظام؟ مش بانتظام، لكن بحاول اقرا حسب الوقت. هل تشاهد البرامج التلفزيونية الليلية، تتابع الأحداث؟ للأسف قليلا. هل قداساتكم يوم للراحة أو يوم للصلاة بعيد عن أعباء البطريركية؟ بين كل فترة وفترة كده، بين أسبوع مثلا 10 أيام أروح الدير أقعد يومين، يعني أبعد شوية عن زحام القاهرة، وفي الدير بيبقى الجو صافي، وبعد الدير بتاعي اللي أنا يعني اترحمت فيه الأمر بشوي. فبيبقى فرصة للهدوء، فرصة لمقابلة الآباء الرهبان، بيبقى يعني نوع من
مش بسميها راحة لكن العودة إلى الأصل. عادة يعني في ما قبل تظاهرات 25 يناير كانت تقريبا الكنيسة هي الملاذ السياسي لمعظم الحركات الغاضبة أو المحتجة من الشعب القبطي في مصر يعني. ولكن بعد 25 يناير يبدو أنه سلطان الكنيسة قد تفتكر قل شوية عنه عن ما قبلها. لا مش سلطان الكنيسة اتغير قبل 25 يناير، ومش عايز اقول 25 2011، ده انا عايز ارجع عشرات السنين قبلها. ان كان يتم شكل من اشكال التهميش للقباط. نعم. فعندما يظهر من يدافع يقال له انت تمارس دور سياسي كما قيل للبابا شنودة. لكن في 25 يناير حصل ان حاجز الخوف انكسر. ده انكسر عند القطاع المصريين كلهم، ويعني اتجسر واقول ان انكسر حاجز الخوف وانكسر معه حاجز الاحترام. ريسبكشن. صحيح. وده مؤثر في المجتمع لغاية النهاردة، في تجاوزات كثيرة باللفظ وباليد وبالعنف يعني. فالحاجز الخوف جعل المصريين كلهم ينطلقوا للتعبير عن الرأي في الشارع، اي شارع، في المظاهرات، في الاتجاه لمسبيرو. يعني كناش نسمع عن المظاهرات عند مسبيرو خالص، عند مجلس الشعب، في ميدان التحرير، في اماكن اخرى على مستوى الجمهورية، في بعض المصانع، في بعض الوزارات. دي كلها يعني صور جديدة قدامنا كمجتمع مصري. الأقباط جزء من المجتمع المصري، تمام، اتصرفوا بنفس الطريقة. فده ملهاش دعوة بسلطان الكنيسة. سلطان الكنيسة سلطان روحي. عايز أذكر لحضرتك حاجة مهمة. كلنا كبشر السلطة الوحيدة التي تدوم هي السلطة الأبوية. يعني يولد الإنسان ويحمل اسم أبيه، تمام، ويظل بيه لغاية نهاية الحياة. صحيح. لكن ممكن في نفس الوقت اللي تولد فيه كان رئيس جمهورية باسم، محافظ باسم، مدير مدرسة باسم، مسك مجلس مدينة باسم، ويتغير. السلطة الأبوية، ودي اللي احنا بنلاقيها في الكنيسة، السلطة الأبوية الروحية دي اللي دائمة. عشان كده لما بنرسم كاهن يقعد طول عمره، مفيش حاجة اسمها إحالة معاش. نرسم أسقف بيخدم لآخر وقته. كان عندنا واحد من الأباء المطارنة أصيب بجلطة سببته أنه يبقى مقعد. قعد مقعد على كرسيه 20 سنة، وما زال هو المسؤول كمان. هو اتنيح من حوالي سنتين، يافت الأمد وماديوس في الجيزة، لكن كان بيخدم. لأن السلطة الأبوية لا تنتهي غير بالموت. طيب هل تعتقد حضرتك أنه هناك عملية تهميش للأقباط؟ هل زادت أم أنه انشغال المجتمع بطوائفه السياسية والدينية في معارك جانبية قد جعل القضية القبطية أو قضية اضطهاد الأقباط أو تهميش الأقباط أو مشاكل مع الأقباط اتحركت بعيد شوية؟ خليني يا قداسة البابا بعد إذن سيادتك يعني أطلع فاصل ونرجع نجاوب على السؤال. قبل الفاصل توقفت في حواري مع قداسة البابا عند نقطة تهميش أو اضطهاد الأقباط، وكان سؤالي هل هذا الموضوع انتهى أم أنه مؤجل إلى أن تنتهي الفصائل السياسية والفصائل الدينية والإسلامية من معاركها المؤقتة؟ قداسة البابا، هل انتهى التهميش للأقباط؟ هل انتهى الاضطهاد اللي كانوا بيعبروا عنه؟ هل انتهى التمييز في الوظائف؟ هل انتهى التمييز في الدستور؟ هل كل هذه المشاكل الموجودة خلصت ولا هي مؤجلة إلى حين الفصائل المتصارعة لما تصفي نفسها وتندار من جديد إلى الشأن القبطي؟ كلمة انتهى دي بعيدة المنال خالص، يعني مفيش أمل يعني. لا لا، في أمل طالما في حياة في أمل. بس عايز أقول لحضرتك إن التهميش خد سنين وسنين وخد أشكال وأشكال. فعلاج هذا الأمر عايز مجتمع قوي حاسم بقيادات حاسمة بقانون ملزم. نعم. القانون النهاردة، لكن التربية
اللي تطلع الإنسان المصري يحافظ على أخيه المصري دون النظر للديانة عايزة قدمين، قدم اسمه التعليم وقدم اسمه الإعلام. لو تصلح حال دول صارت مصر رائعة. بس الغضب والكلام عن الأباط، ويمكن وجدنا تجاوزات من بعض من يصفون أنفسهم برجال الدين ووصل بهم الأمر إلى حد التجاوز معهم، أو التجاوز اللي قاموا به وصل إلى حد الذهاب إلى القضاء. يعني لماذا لم نسمع صوت الكنيسة احتجاجا أو اعتراضا عن مثلا الرجل الذي أهان الإنجيل مثلا يعني؟ ولماذا لم نسمع صوت الكنيسة احتجاجا أو اعتراضا على تمرير الدستور بهدوء؟ يعني حتى يعني بدا لنا الامر وكانه هناك حتى تهدئه من غضب اقباط المهجر اللي كانوا يمكن عنصر عناصر الضغط. اظن حضرتك تتفق وياي ان في قدر كبير من التخبط في المجتمع المصري في السنتين الاخيره، قدر كبير. وده طبعا يعني انا بعتبر ان المجتمع في حاله مرض مش في حاله صحه كامله. وانا واثق ان اي انسان اي جسد بيتعب هيتعب شويه وهيقوم وهيكمل وهيرجع لصحته يبقى كويس خالص، ومجتمعنا المصري هيبقى كده. لكن مثلا بالنسبه للدستور، طب الكنيسه انسحبت كمان من اللجنه التاسيسيه، طب ما هو ده صوت اعتراض كبير. طبعا لما انسان يهين رموز دينيه او يهين الكتاب المقدس، مش انا اللي هعمل الاحتجاج، ده المجتمع اللي يعمل الاحتجاج ويعمل وقفة حاسمة. الاستاذ عادل، المشكلة في مجتمعنا المصري رخاوة القانون. رخاوة القانون، رخاوة القانون. وهذه الرخاوة انعكست على المجتمع وعلى الدولة. الرخاوة مفيش حاجة حاسمة، حاجة ملزمة. في عبارة في سفر الأمثال تقول كده: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. والعبارة الثانية: الرخاوة لا تمسك صيدا. يعني تصور واحد ماسك كده سنارة وحده مش مهتم بيها، مش هتطلع ولا سنة، ممكن يعرف يشد حتى ده اللي يعني اللي بيعرف من السادة المشاهدين صيد السمك كهواية جميلة، ده يقف وحط السنارة بمنتهى الانتباه ومنتهى الاستعداد ومستعد في اللحظة المعينة زي شدها. صحيح، هو ده الرخاوة دي ما تنتجش مجتمع. لكن يا قداسة البابا، الآن تحت حكم الإخوان المسلمين نحن نشعر سواء كنا مسلمين او مسيحيين بانه هناك تفرقه حتى في القبول القانون. يعني اذا ما اخطا احدا منهم فاننا لا نجد اهتماما بالبلاغات التي تقدم، فاذا ما فكر الطرف المعادي او المختلف او المعارض ولو بينه وبين نفسه في شيء ضدهم فاذا بيتجرجر الى بهدله التحقيقات. ما انا بقول لحضرتك المجتمع في حاله عله دلوقتي، يعني عليل مريض. والمرض ده اي مرض، يعني بيبقى الانسان تصرفاته مش مظبوطة، فده وضع طبعا ما يبنيش مجتمع. طب علاج المرض ده عادة، هل علاج مجتمع مريض نظام سياسي محترف وواعي وطبيب شاطر يعني كأنه يحل محل الطبيب؟ يعني حضرتك عارف لما يبقى في انسان مريض بيروح للطبيب، ما ينفعش العيان يقول له انا عيان يا دكتور، يقول له عندك ايه، يقول له انا عيان، وانت دكتور بقى طلع المرض اللي عندي. ما ينفعش، هو بيروح يقول له انا عندي ضعف في الحته دي، الم في المنطقه دي، لما باكل بيحصل كده، بيدي شويه علامات. تمام. الطبيب بخبرته الطبيه بيبتدي يجمع السيمتومز دي، الاعراض دي كلها، حطها جنب بعضها، بناء على دراسته بيبتدي يقول ان ربما فلان ده عنده كده او كده، ويبتدي يعمل خطة علاج بعد الدايجنوزيس، بعد التشخيص. خطة العلاج هتمشي على كده وكده، فيكتب له مثلا روشتة ويقول له بعد 10 ايام اشوفك، فيشوف خطة اللي حطها خطة صائبة ام هو بعد خالص.
وأحيانا المريض ما يلاقيش فايدة من هذا الطبيب يروح لطبيب آخر. ده اللي بيحصل. أول خطوة في مجتمعنا لازم يتشخص جيدا، والتشخيص ينحصر في ثلاث دوائر فقط لا غير: دائرة القانون، ودائرة التعليم، ودائرة الإعلام. وحضرتك لو شفت كل المتاعب اللي موجودة على اختلاف أنواعها هتلاقي جذورها في الثلاثة دول. أصلحت هذه الدوائر وتحطت خطة واضحة بخطوات ببلانز تخطيط واضح، المجتمع هيتصلح. يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان لازم يعرف، الإنسان المسؤول يعرف يقرأ جغرافية المجتمع. الجغرافية، الجغرافية فيها حتت عالية، جبال وهضاب وسهول وديان إلى آخره. فدل خالص إن هي يعمل كده، لكن يفضل تخبيط تخبيط تخبيط، مفيش حاجة حتى. طب هل مخاف الأقباط في مصر من حكم الإخوان المسلمين مما يسمى بحكم الخلافة؟ طول عمرنا بيحكمنا مسلمين، مش كده؟ الملك فاروق، مجتمع دولة مدنية لها أصول، وضع القانون مظبوط. ربما من أيام محمد علي كان عندنا دولة مدنية. محمد علي ومصر الحديثة لغاية حسني مبارك. بغض النظر بقى ما إذا كان ده حاكم طيب أو شرير، لا مش ببص كده، لكن أسس الدولة كانت ثابتة. بيحكمنا في مصر مسلمين من أيام محمد علي وما قبل محمد علي، وفي 200 سنة الأخيرة اللي هو حكم محمد علي 200 سنة وشوية، تعاقب ملوك وتعاقب رؤساء، وكان كل واحد له الاتيتيود أو وجهة النظر بتاعته وطريقة قيادته للبلاد بصفة عامة. كان ده كله موجود، لكن يجمعهم الإسلام. فحكاية أخاف، لا مش بنخاف، ما فيش موضوع الخوف، لكن موضوع أن أنا أغير طبيعة المجتمع المصري اللي نشأ عليها هو ده الذي يدعو إلى القلق. المجتمع المصري خلال 200 سنة اللي فاتوا، لو اعتبرنا عن نقطة بدء لنا محمد علي، شكلها كده، ويجب أن ترتقي بكده. الدين لو أنا خلطته بالسياسة شوهته. صحيح. شوهته. الدين دائم والسياسة مؤقتة. لا، ده أنا شبه لحضرتك تشبيهين مهمين جدا. أنا هعتبر الدين من السماء والسياسة من الأرض. كيف تجمعهم؟ وهجتمع وهعتبر أن الدين زي البيض، كائن حي، حاجة حية. والسياسة زي الزلط، حطوهم ويا بعض في سلة واحدة. هذه مكارم يعني. السياسة هتفسد الدين أو تكسر الدين. واخد بال حضرتك؟ فده أمر حتى من ناحية اللوجيك مش مقبول خالص. هل جرت اتصالات بينك وبين رئيس الدولة في مصر؟ طبعا الرئيس سيادة الدكتور محمد مرسي هو رئيس منتخب في البلاد. أنا تقابلت وياه بعد اختياري، رحت أشكره على اعتماد القرار، وتقابلنا مرة تانية في افتتاح مجلس الشورى، وتحدثنا تليفونيا مرة أو اتنين كده، وفي اتصالات باستمرار مع مؤسسة الرئاسة في كل الأوضاع يعني، ومع المسؤولين سيادة رئيس مجلس الوزراء دكتور هشام، ومع بعض الوزراء، وفي يعني في قنوات مفتوحة باستمرار مع مساعدين الرئيس. يعني كل الأمور مفتوحة ونشكر ربنا على كده. يعني منذ فترة قليلة التقى منير فخري عبد النور والدكتور سمير مرقص مع بعض مساعدي رئيس الجمهورية بكنام الشرقاوي وأيمن علي. هل جرى ذلك بالتوافق أو بالتنسيق مع قداستكم؟ لا، كان كلام عن متاعب الأباط ومشاكل الأباط. لا لا لا، وكانت لهم أيضا نفس المطالب العامة اللي هي انتخابات رئاسية جديدة، تأجيل انتخابات البرلمانية، وجود حكومة محايدة حتى لا يكون هناك شك في التسويق. ما كانش في ارتباط بالتنسيق، لكن في مجموعة مماثلة من الكنيسة تقابلت مع الرموز اللي حضرتك ذكرتها، وبرضو كان الحديث يدور في كده، في نقاط كلها محددة، مثلا نقطة دور العبادة دي نقطة اختفاء. هل أمل للقانون الموحد لدور العبادة؟ موحد لا. موحد لا. لا لا لا. تشريع يضمن كرامة المصري
المسيحي في حقه في العبادة. تشريع واضح فقط. يعني ما فيش مانع تقول لي انت قدم على كنيسة لكن انا هدي لك الاجابة بعد قد كده. نعم. لكن ان الامر يقعد عشرات السنين وعلى هذا هوى المسؤول وعلى ضغوط الشارع احيانا ما ينفعش. دهبة الدولة بتروح بتروح. بس كنت قداستكم ترى انه ليس هناك تهميش ولا مشاكل الاقباط وليس هناك خوف لوجود لا حكم تهميش موجود. انا ما قلتش انه مش موجود. ما فيش خوف يعني. لا ما فيش خوف. خوف الفزع جواه لا. انا دي ارضي وعشت عليها وجدودي مدفونين فيها وتراث كنيستي نشأ على أرضها، وكلام بقوله بالنسبة لي كشخص وبالنسبة لكل المصريين الأقباط شيء طبيعي يعني. خليني أهمس لحضرتك أن أنا شخصيا مفزوع يعني. أنا شخصيا مفزوع. وأرى أن هناك عندما يصل الدين إلى حد التشدد فأننا قد ننتقل إلى ما يسمى بمرحلة الفاشية، وأن هناك عنف مبرر بما يوصف بالعنف المقدس. في وقت من الأوقات هذا العنف يعني حمل السلاح وقتل أبرياء، وفي وقت من الأوقات هذا العنف اعتدى على ممتلكات مسيحيين في الكفيل. طبعا التاريخ يحمل مآسي. بالضبط يعني. التاريخ يحمل مآسي. على كل حال إذا كان لم يكن هناك الفزع بهذا الحجم فبماذا تفتر أو تبرر قداستكم الهجرة اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها بيذهب إلى ما يوصف بملفات أو بمحامي الاضطهاد الديني؟ ده في بلاد ما كناش يذهب إليها مصري واحد ظهرت على الخريطة وتستقبل كل يوم عشرات من المصريين زي جورجيا. جورجيا دولة أنا عارف إحدى دول الاتحاد السوفيتي القديم السابق. عايز أقول لحضرتك مصر مدنية طول عمرها، من احنا اعتبرنا نقطة البدء محمد علي. نعم. فماشية بالصورة المدنية والدين له قنواته الخاصة. نعم. وتحويلها لناحية غير مدنية امر مرفوض تماما ونرفضه وبشدة. طيب قل لي يعني حضرتك يعني شفت في امريكا محامين متخصصين في ملفات ما يمكن وصفه بالاضطهاد الديني. بيحصلوا على السيديهات اللي عليها تصريحات لبعض رجال الدين المتشددين. وانا يعني سامحني بلاش تقول رجال دين لان التشدد هسه تنفي عنه ان صفة الدين اهم صفة في رجل أظن الدين الرحمة. صحيح. مش كده يعني صحيح. الاسلام يقولوا عليه دين الرحمة. صحيح. فلما يبقى رجل دين ومتشدد ما يمشوش ويا بعض يعني التعبير ما يمشيش. على كل حال هؤلاء المتشددون اللي قالوا اللي مش عاجبه يتفضل يروح مع في 60 داهية في كندا او امريكا، واللي قالوا في وقت من الاوقات ان دي بلدنا ودي ان لا احد يعني يستطيع انه يفرض ارادته علينا. شفت محامين كتير جدا على هذه الوثائق كلها سواء كانت تصريحات او سيديهات او تسجيلات كلها تتحول الى ملفات بيجري عرضها على قضاء فيجري الحصول على الجنسية الأمريكية والحق للاضطهاد الديني. طبعا يعني خلينا أقول معلومة ما أعرفش قطعا قداستكم تعلمون أكتر مني أنه عدد المسلمين أكتر من عدد المسيحيين. حاجة غريبة يعني اللي بيلجأوا للاضطهاد الديني خوف الاضطهاد الديني خلى عدد المسلمين أكتر يمكن. يا أستاذ عادل أغلى حاجة عندنا في مصر الإنسان، الثروة البشرية. الثروة البشرية دي لو احنا فرطنا فيها مصر هتضيع. مش الثروة اللي في بطن الارض، مش دي الثروة. الثروة اللي هي العقول اللي ربتها وعلمتها وكبرتها ودرست ووجدت ابحاث وثقفت المجتمع، هي دي العقول. لما انا اعلم انسان مهندس علمه من اولى ابتدائي او كي جي 1 وكي جي 2 ويتخرج مهندس اتعلم في الكليات وفي الجامعات المصريه، وبعد ما اشتغل سنه ولا اثنين وجد صعوبات كيف ما يكون شكلها فيقرر ان يترك البلاد، هل توجد خساره اكبر من كده؟ لا طبعا. المجتمع الامريكي كما تعلم قداستكم عاش على استيراد خبرات جاهزه، عقول جاهزه. فاذا ما كانش المجتمع يلتفت لكده
حضرتك بتقول الملفات والمتشددين ما هو كل ده دائرة الإعلام. يعني ما فيش في الإعلام شخص، حضرتك عارف الأخلاق بتاعتنا كمصريين، أنت كوالد لما ابنك يعمل حاجة مش كده تقول عيب يا ولد، مش ده تعبير مصري؟ أهو أمر زي كده مين يقول له عيب؟ بس أنا برضو يعني أرجو أن تسامحني إذا قلت أن هذا الذي ينسب للتشدد أو للتعصب أو للتطرف أو لازدراء الأديان أو لازدراء التوافق أو التسامح، هذا ليس إعلاما، هذا مجرد كاميرات يقف وراها مجموعة من الناس ويتحدثون، يتحدثون كما يشاءوا. أما الإعلام فله قواعد صارمة إما نتعلمها، وله قواعد أخلاقية، وله أتكس، وله أساليب، وله أيضا حق الرقابة على ذاته وحق العقاب إذا ما تجاوز. يعني فأنا برضو زي ما حضرتك يعني رفضت أن يكون هناك رجل دين مسلم أو مسيحي متشدد أو متعصب، فأنا أيضا أعتبر أن هذا ليس نوعا من الإعلام وأرجو أن تسامحنا. طب وإيه وقفة الوطن، وقفة المجتمع؟ أيوة. يعني اللي بيقف وراء الكاميرات اللي حضرتك بتذكره ده ويمارس عمل كأنه إعلاميا وهو ليس بإعلاميا، المجتمع بيقول له إيه؟ وبعدين أنا أعرف إحنا في مجتمعنا المصري التلفزيون حاكم، التلفزيون بقنواته مؤثرة جدا في المجتمع. وده قداس البابا، ده زي بالضبط ما يمكن بعض القنوات المسيحية في الخارج برضو اللي هي بيجري نفس الكلام. يعني أحيانا بنجد تجاوزات هنا، صحيح التجاوز هنا مباشر ومؤثر وضخم، ولكن هي نفس الفكرة تقريبا. يعني السلام الاجتماعي يفوق أي أولوية لمجتمعنا، وأي تجاوز بأي صورة تؤثر في سلامة مجتمعي لازم أقف ضده. هنا يجب أن ومش ليس من الحكمة أقول ما دام في هنا يبقى في هنا، لا تماما. أنا بس لا. في حضرتك لازم أحط نقطة اللي هي نقطة الفعل ورد الفعل. نعم. في فرق بين الشخصين. صحيح. يعني لما إنسان ياخد صورة الفعل هو الفاعل. نعم. ثم يجد رد فعل ده جهة نمرة اثنين. صحيح. صحيح. لا لو كلام سيادتك صورتي، أنا أعتقد أنه جذور الممتدة إلى جنوب مصر أعتقد بيقولوا اللي ضربني بالقلم حرد عليه بمدفع رشاش، وده حقي. عندما تحدد الضربة الأولى علي أن أحدد رد الفعل. طبعا. وليس بالضرورة أن يكون رد الفعل مساوي للفعل. بالضبط. كانت هناك شكوى من العلمانيين في الكنيسة أنهم لا يسمع آرائهم في فترة قداسة البابا شنودة رحمه الله. يعني ما دور العلمانيين الآن؟ وعايزين نوضح كلمة علمانيين لأنه لها معنى في الكنيسة يمكن مختلف عن ما هو شائع. يعني في العلمانية والعلمانية. نعم. بمعنى العالم، واحد عايش بطريقة العالم، واحد عايش بطريقة علمية. العلمانيين بصفة عامة من ذكروا في الكنيسة هم الذين هم غير رجال الدين. رجال الدين بنسميهم الإكليروس. إكليروس دي كلمة يونانية معناها نصيب الله. فالإكليروس اللي هم لابسين الرداء الأسود. فالعلمانيين بقيت الكنيسة. كل الكنيسة يعني إذا كان اللي لابسين أسود دول مثلا 200 300 1000 2000 بقيت الملايين. الملايين يعني هم الأكثر. نعم. يعني هم القسم الأوسع والأكبر. وحكاية لا نسمع أو كان قبل كده لا يسمع رأيهم أمر مش مظبوط. لكن البعض يطلق على نفسه أنه مفكر قبطي. وده لقب يعني برضو قدامه علامة استفهام كبيرة. هل يعني كل الناس تانية ما بتفكرش؟ مش معقول يعني. في مثلا في الكنيسة في المجلس الملي. أيوة. المجلس الملي ده عبارة عن رجال مشهود لهم وفيهم عنصر نسائي. مثلا في كل كنيسة في لجنة اسمها لجنة الكنيسة، مجلس الكنيسة، البورد بتاع الكنيسة ده بيبقى مكون من 7-8-10 وقت 12 عضو، بيبقى فيهم أعضاء كلهم علمانيين ويضاف لهم أحيانا أباء الكهنة. بصفة عامة اجتماعاتنا الكنسية ما كلها اجتماعات مع علمانيين. يعني لما بقف أخدم مثلا قطاع كبير من الشباب
شباب الجامعة مثلا. طب هو ده قطاع علماني، هو المقصود اللي هو المجلس الملي اللي هي الرموز التي تشاهم في إدارة الكنيسة على مستوى ما وصفته حضرتك ببرد الكنيسة يعني. هدي حضرتك نعم. دليل لطيف قوي نعم. في اختيار البطرك اللجنة التي شكلت لإدارة العملية كلها عبارة عن 9 من الإكليروس و9 من العلمانيين بالتساوي، ويرأسها القائم مقام نيافة الأنبا بخمس، وأدارت العملية ولغاية النهاردة لها دور لأنها بتعمل تعديل اللائحة، هي نفس اللجنة. طيب قبل أن نقترب من تعديل اللائحة برضو اسمح لنا قداستكم بأننا نخرج فاصل ونرجع تاني نخرج فاصل ونرجع لنواصل حوارنا مع قداسة البابا. اهلا بكم جديد، نواصل حوارنا مع قداسة البغمة. كنا يا فندم حضرتك جبت قبل الفاصل كان اخر جملة تقريبا نتكلم عن تعديل اللائحة. الحقيقة اشرح لنا وللمجتمع المصري كله ايه المقصود باللائحة اللي كانت لائحة 36 بين 57 ولا 36؟ كان في لائحة في الثلاثينات 38 بتاعت الاحوال الشخصية 56 دي لائحة 57 دي لائحة اختيار البطريرك. هذاك تدينا فكرة عنها ايه المقصود وليه تغييرها؟ البابا اللي كان موجود في ايام الثورة سنة 52 كان اسمه البابا يوساب الثاني. البابا يوساب ده في اخر سنين وجوده حصل بعض مشكلات في الكنيسة، احتج بعض الاقباط يعني فالكنيسة وضعت لائحة واللائحة دي خدت شرعية وصارت معروفة في الكنيسة باسم لائحة 57 لاختيار البطريرك، متأثرة بما جرى للبطريرك. عملت عملية نظامية بناء على هذه اللائحة تم انتخاب البابا كيرولوس يكون هو البابا 116 وظلت اللائحة سارية لغاية ما أضيف عليها بعض تعديلات طفيفة جدا سنة 71 واختير البابا شنودة الثالث بناء على هذه اللائحة. سنة 59 اللي هو اختيار البابا كيرولوس، 71 اختيار البابا شنودة، لم تكن الكنيسة ممتدة في العالم زي النهاردة. تمام صحيح. وكانت انحصار الكنيسة كله جوه مصر وامتداد لها مع اختها في اثيوبيا. بالظبط. في بعد نياحة البابا شنودة الوضع الكنسي تغير كتير خالص، فكان في رأيين، نمشي حسب اللائحة رغم انها مش مناسبة لأرض الواقع ولا نغير اللائحة. كان تغيير اللائحة الوضع السياسي مش مستقر خالص. نعم. كان في مجلس عسكري وكان في مفيش برلمان ومفيش الى اخره يعني. فكان الرأي القانوني ان احنا نلتزم باللائحة تماما. تمام. وتم الالتزام بها مع التعديل المناسب لظروف الواقع. وتم اسسها الدرجات او يعني مراحل الانتخاب لغايه ما يعني شلت المسؤوليه دهي. فكان اول قرار خدته ان اعمل لجنه عشان تعمل تعديل اللائحه دي بما يتناسب مع ظروف العصر. توقع ايه الخطوات التعديل المتوقعه؟ ان تضيف الاباء في خارج مثلا في المهجر يعني طرفا في الاختيار، الابرشيات الموجوده بره مصر لازم يبقى لها دور. مثلا احنا لنا حاليا 24 اب اسقف خارج مصر. نعم. ما كانوش في الاختيار. كانوش لا ما كانوش موجودين ايام اختيار البابا شنودة. نعم. لكن ما اضيف ان عندنا دلوقتي اسقفة مش مصريين. عندنا اسقف انجليزي في انجلترا، اسقف فرنسي في فرنسا، عندنا اسقف سوداني في السودان. فدول حسب اللائحة اللي ينتخب مصريين بس. فدول لم يقدموا انتخاب، لم يشتركوا. هنا هنرجع للوظيفة وليس للجنسية. بالضبط كده. بالضبط. فشوية تعديلات هتتم فيها وتوزيع الأعداد اللي تشارك في الانتخاب وتحديدها هيبقى دور اللائحة. توقع أن يجري الانتهاء من اللائحة امتى؟ احنا عطينا لها مهلة سنة. مهلة سنة. فيبقى بنوفمبر الجاي إذا أراد ربنا وعشنا. إن شاء الله. هل أتجاوز حدودي لو قلت أنا شفت كنائس في المهجر والحقيقة فيها اتساع وفيها لوحات فنية
وفيها رسم جميل جدا على الإزاز، وفيها ملاعب، وفيها مكان للأطفال، وفيها حدائق، بما يمكن مش موجود في أغلب الكنائس في مصر يعني هنا يعني. موجود بس بصورة محدودة. محدودة. آه. بس مش ده حق إن الكنيسة تبقى مكان، أحيانا دلوقتي بيبقى في مكان للأطفال، مكان للرياضة، مكان يعني للأنشطة. الكنيسة مؤسسة روحية. العمل الروحي، لكن العمل الروحي ده هو يلزم بجواره عمل اجتماعي. فالإنسان أربع مكونات: عقل وقلب ونفس وجسد. فعشان أخدم الإنسان لازم أخدم الأربعة دول. يعني العقل العمل التعليمي، النفس العمل الترفيهي أو الترويحي، القلب العمل الروحي، الجسد العمل الاجتماعي. فلما أخدم الأربعة دول يبقى أنا بقدم خدمة متكاملة للإنسان، ومفترض أن الكنيسة تساهم في كده. ده مش كنيسة بس يعني، حضرتك تتخيل مثلا مصنع من المصانع لازم يبقى فيه جزء ترفيهي لعماله. صحيح، بيقدم رحلات في لازم يبقى فيه بعد إنساني لمثلا العمال وأسرهم دلوقتي، او العلاقات العامه او العلاقات الشخصيه مثلا، لازم يبقى فيه رعايه صحيه لو الانسان مرض وهكذا. ده يعني انا اسف في التعبير، دلوقتي بيبقى فيه مواصفات لدوره المياه، تكون مواصفات صارمه مثلا. يعني يمكن بعض الدول لا تستطيع انك تستورد منك بضاعه ما الا اذا كان عندك هذه المواصفات حتى في دوره المياه. مره من المرات احكي لحضرتك قصه لطيفه، يعني مره من المرات جت شركه من بره تعاقدت مع مزرعه مصريه علشان تاخد انتاجها من الفاكهة. المزرعة دي 600 فدان، وجم ولقوا الانتاج حلو وجميل وكل حاجة. في الاخر سألوا سؤال: كم عامل بيعمل في المزرعة دي؟ قالهم بيعمل 100 عامل. اوكي، طيب فين دورات الماء بتاعتهم؟ فقالوا ما عندناش دورات ماء. ليه؟ والتانيين استنكروا سؤال غريب يعني. ما هو 100 عامل وفي، بالتالي اترفض الصفقة. صحيح. لان التلوث بتاع انتاج الارض. صحيح. هناك كلام في البرلمان دلوقتي عن مناقشه ما يسمى بقانون ممارسه الحقوق السياسيه، وبدا ان هناك التيارات الدينيه المحافظه بتحاول انها تقبل بفكره الشعارات الدينيه في الانتخابات. الدين لو دخل في السياسه تلوث، تلوث ويفقد قيمته الروحية والقصد من وجوده. والكلام بأي عام على أي دين. سمعنا أنه قداستكم في حوار مع مجموعة من الشباب، ما نعرفش فكرة هذا يعني، هذا ما وصل إليه، أنه هم طالبوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، بينما قداستكم كان في إصرار على أن نشارك في أو تشاركوا في. لو رجعت للتاريخ اللي هو يعني 20-30 سنة، كان الدور القبطي أو دور الانتخابات أو ممارسة حق المواطنة من صندوق الانتخاب كان دور مش موجود. 4%-8% مش كده؟ فإحنا ما صدقنا يبتدي يتربى المواطن المصري على أنه يمارس هذا الحق. بس أحيانا هذا الحق يجب أن يكون مشروطا بحكومة محايدة، بأنه ألا يكون هناك تزوير، ألا يكون هناك عنف موجود، وهذه الشروط لا تبدو أنها متوافرة الآن في الانتخابات. ولذلك نحن لم نأخذ قرار نهائي في هذا الموضوع. ترك لأصحابه. لم نأخذ قرار. عارف حضرتك مجتمعنا بيتغير كل ساعة يعني. ففي الوقت المناسب نقول رأينا. طيب، أحيانا يعني زي ما يقال يعني مستصغر يعني معظم الشر من مستصغر الشرر زي ما بيقولوا. والطائفية العنيفة اللي فيها دم قد تكون نتيجة عواطف شاب مصري مسلم حبب فتاة قبطية أو العكس يعني، فبيحدث ما يحدث يعني. ضعف في المجتمع، ومش عايز أقول جهل في المجتمع. أولا ما نقدرش نتحكم في عواطف الناس، عواطف دي حاجة شخصية، وثانيا نفترض حدوثها بأي صورة من الصور التي تتاح، ما ذنب الآخرين؟ ما ذنب أهدم وهد وحرق؟
لماذا تخفي الكنيسة أحيانا؟ وبعدين الأمر لا يقف عند هذا، الصورة بتبقى واضحة ومن هو المعتدي ولا يؤخذ إجراء. وبس بيترتب على هذا الأمر أحيانا حاجة لم تحدث في مصر، وهو ما يسموه الترانسفير أو تحويل الأسر أو تحويل العائلات أو تهجير العائلات مكانة. ده يعني كلام يعني غير مقبول يعني. ما هي دي عوارض الدولة الرخوة، دولة التي لا نتمنى أن تكون دولة فاشلة. إيه بعد الرخاوة في الفشل. آه. يعني. آه. لماذا يعني لا تسكت الكنيسة عن حالات خطف بعض الفتيات ولا تتحدث عنها يعني، وتكاد يعني إذا ما نشر أمرا أن كأنه لم ينشر يعني؟ أولا إحنا بنحاول نحافظ على أعراض الناس، نمرة واحد. نمرة اتنين بنبذل كل المحاولات الممكنة في الاتصال بالمسؤولين، مش شرط انها تكون تحت دائرة الاعلام، لكن بنبذل يعني لغاية النهاردة احنا بنعمل محاولات عشان بنت الضبعة المختفية، وجينا اخبار كده وجينا اخبار كده، لكن لازم عصا القانون تكون حاضرة. مينفعش. ألا يجب ان تمثل الكنيسة هنا نوعا من الضغط ممارسة القانون؟ لأنه في النهاية عندما لا يؤمن من في الحكم بحياد القانون ولا بحياد يعني بالقاعدة الموضوعية للقانون، فيجب أن نغضب ويجب أن نضغط. أولا الكنيسة يمكن أن تمارس أي دور وتمارس أي اتصالات، والكنيسة المصرية تمارس حقها كمصرية على أرض مصر، ويمكن أن يتاح أمامها كل شيء ممكن. نعم. يعني النقطة دي لازم تكون حاضرة، لكن نحن نراعي أولا توقيت، ونراعي وطبيعة المجتمع في هذه اللحظات. مش ناقصة، بقول المصريين مش ناقصة. وأيضا بنستخدم حق الصلاة. احنا نؤمن أن الصلاة تستطيع أن تصنع الكثير. نعم. ومواقفنا ليس فيها عنف لكن فيها حزم. نعم. وأمامنا أوراق كثيرة وخيارات كثيرة مطروحة قدامنا، لكن نحن نراعي المجتمع جيدا. قداسة البابا تودروس الثاني، أنا بشكر حضرتك على استقبالك. أهلا وعلى بيك. حوارك، وبشكل مبكر بنقول لقداستكم ولكل أقباط مصر ولكل مسيحي العالم ولكل المصريين كل سنة قداستك والأقباط والمصريين طيبين بمناسبة أعياد القيامة. أعياد القيامة وأعياد الفصح. كل سنة وسيادتك طيب وشكرا طيب. شكرا لأستاذ عادل، وشكرا للحديث الطيب ده اللي يعني تطرق لموضوعات كثيرة، وأهلا بكم وأهلا بكل الاستاف يعني في أي وقت. كل سنة طيبين. طيب. كان هذا حوارنا مع قداسة البابا تودروس الثاني. شكرا جزيلا لحسن استقبالكم بهذا الحوار، وتصبحون على خير.